حبيبي خذها ومني مشترك قامش والواحد ولا لك شريك. دي عبارة عن لحمة مجمدة. والله العظيم عبارة عن فخاد وقوانص وكبد و... ايه الفخدة الكندوز دي؟ خرب بيت اهلك على الصبح. البنات دي بتتعمد تلبس اضيق حاجة في الدولاب، يعني عندها حاجات كتير قوي في الدولاب. لا انا هختار اللبس الضيق عشان اجيب لايك وفيو. بس ليك انتي بطنك جميلة جدا بجد، يعني اي واحد مثلا بيعجب واحدة باخلاقها بادبها، انا عجبت ببطنك. انتي سفلة موت. هوبا رجعنا ليكوا هنعلم تاني فيكوا جامدين دايما عليكوا. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم عبد الله جامبو في فيديو جديد. الفيديوهات بتاعتنا بتكون ترفيهيه، ان احنا بنقضي وقت جميل فقط لا غير. فانت ممكن تبعت لي اي فيديو انت عايز نعمل عليه رياكت من هنا او من هنا. وزي ما قلت لكم، الواحد بدا يتخن لحد ما يبقى شبه البالونه وهيفرقع في الاخر. فاللي شايف نفسه من القاهره ومن هو قريب مني كلمني في الانستجرام نجري مع بعض. ومتشكرين جدا طبعا لايكاتكم الجميله والكومنتات الجميله بتاعتكم، فانزلوا بسرعه ادونا لايك جميل وكومنت جميل، ويلا بينا مع اول فيديو. جيش الجامبو لايكاتكم. ايه ده؟ انا عايز اعرف بس المؤاخذه في الكلمه، انت بتشميها؟ لا مؤاخذه يعني، لا مؤاخذه، هي صاحبتك ديت بتعمل بيبي نوتيلا؟ ايوه انا عارف البيت دي اسمها منا خله، ها شخخه النوتيلا. ايه يا جدعان القرف ده يا جدعان؟ هو في صور كده؟ ده مش عايز تعمل الحركه ديت؟ لا اعمليها في اي مكان، اقفي جنبها واعمليها، لازم عند التوته تحت كده. منا منا شخ يا منا شخ. لا انا مش فاضيه بصراحه، انا النهارده عندي وايت شوكليت ما عنديش نوتيلا. الله يحرقكم بجاس. طب انا واحده واحده، انا نفسي اعرف بس، انت كمال اجسام وكده تمام؟ انت واخد بطوله كاس العالم في الفيسا؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يخرب بيتك، استعراض اجسام ده ولا ايه؟ طيب ولا ايه؟ عمال يعمل كده وكده وكده، حاجات غريبه كده. طب ده يا جماعه يعني مثلا نوع من انواع الزواحف النادره؟ محمد انت راجل قوي يا محمد، انا بحبك قوي يا محمد. شفتيني يا بنتي وانا بزقه ولا كاني جراندايزر العرب؟ مفيش وقت مفيش وقت، عايز احضنك. في اخ دخل علاقته هي بالذات، فمسك ايديها وضربها قوي، قال لها مين اقوى حد في العالم؟ قالت له انا. فزعل وضغط اكتر. قال لها مين اقوى حد في العالم؟ قالت له انا. فزعل وضغط اكتر. قال لها مين اقوى حد في العالم؟ قالت له انا. فخرجت لباب الاوضه وقال لها مين اقوى حد في العالم؟ قالت له مش انا. قال لها ليه من شويه قلت انك اقوى حد في العالم؟ قالت له عشان لما كنت ماسك ايده حاضنه كنت قويه بيه، ومجرد ما سبت ايدي حسيت ان انا وحدي وان ممكن اي حد يكسرني او يلعب بيا. مين اوسخ واحده في العالم؟ انت. ايه ده ايه ده؟ ما تستوري بطنك يا بنت الكلب، انت تستوري بطنك، ويا ريتها بطني جميله، دي بطني ملوثه مشوهه. ايه ده؟ عارف لما تزنق على البالونه كده مش في حته كده زقزقه كده بتطلع من البالونه؟ دي اهي طلعت كده عفانه، طلعت من طب انت مقلبظه وتخينه، البسي حاجه واسعه يعني، مش لازم تبيني بطنك يعني عشان انا اموره، انا كيوت، انت عايزه شلوط. اللي واخد عني صوره وحشه يمسحها وانا ابعت له فيديو.
ايه يا وحش؟ ما تبعت لنا الفيديو يا وحش، بس انا عايزك صلت ملت يا بنت الكلب. انا الشيطان يا شوية ملايكة منافقين، اللي واخد عني صورة وحشة يمسحها وانا بعت له فيديو. فكرة كلامها صحي جدا، تبعت لي صورة ليه؟ تبعت لي فيديو او تيجي هي الشقة عادي خالص. والله العظيم يعني ده انا هعلمها صلاة الفجر يعني. مي اي بادة، انا من الصين. تمام. الفيلم المفضل فول الصين العظيم. ده انت جميلة قوي بقى، ده انت متقح. الله اللهم صل على النبي. الاغنية المفضلة هي هو يا بلدي. على فكرة انا كده بقيت اشك ان انت قريبة احمد موسى، في حاجة مش طبيعية في الحوار. انت عايزة الشهر يعني، عرفت ان الشهرة بتيجي من مصر. سقفة للصينية يا ابني. بقولك ايه، ممكن بقى ربع كيلو دود مشكل او صراصير مشكلة؟ روقي على اخوك يا ناسمي جامبو من مصر، روقي يا اختي. على فكرة اختي ولدت. مبروك يا جليتش، جابت ايه؟ طفل. ايه طفل دي، امال هتجيب ايه يعني؟ عادي يعني. بغض النظر عن اي حاجة، بس انت ليه بتعملي كده؟ على فكرة اختي ليه بتطلعي لسانك كده؟ انت نوع من انواع السحالي مثلا؟ ها؟ نوع من انواع السحالي وبتكذبي ذكر البط، قصدي ذكر ذكر السحليه يعني ليك ولا ايه؟ مش فاهم. ما تظبطوا دماغكم يا جدعان ولا تظبطوا الصوت. انا عايزه المحل 11000 يكون دولارات تقدر. المضحك حضرتك ده عمل لك بالبنصر والخنصر. بعد كده يا ابني ما تعملهاش بالبنصر والخنصر دي، بقتة او بخرزانة وفي بقها على طول كده زي البلاعة، فاهم؟ البيت دي عايز تتسلك، فانت زي البلاعة كده وزبطها. طيب يا جماعة الخير، كده احنا وصلنا لاخر الفيديو. لو كنت اتبسطت معانا واستمتعت معانا فادينا لايك جميل، تمام؟ فادينا لايك جميل وكومنت جميل، واشترك في القناة وفعل زرار الاشعارات وخليه كل اشعارات يوصلك كله جديد. كان معاكم جامبو من قناة عبدالله جامبو. ويا جماعة انا بتكلم بجد والله العظيم، انا ببحث عن فتاة للزواج. والله العظيم ما بهزر يا جدعان، والله مش بهزر. بتبصوا كده ليه؟ انا حرفيا والله العظيم الفترة ديت بدور ان انا اتجوز وكده اهوت وارتاح، لان انا فاللي شايفة نفسها ان هي تنفع زوجة صالحة مخلصة ممكن تكلميني على فكرة وهنرتبط ونتجوز ونجيب صبيان وبنات. بس يلا سلام.